لقد جعلتنا سلسلة زهور الدهر سعداء للغاية عندما شاركت مقطعا دعائيا متفجرا صباح الثلاثاء. فماذا سيحدث في الحلقة الجديدة؟ قبل أن أبدأ هذا التحليل، لا تنسوا متابعة الصفحة. في الحلقة الجديدة من المسلسل، لن يتمكن باران من تصديق أن ديلان لا تزال على قيد الحياة، ولن يتخلى عن البحث عن ديلان ولو للحظة واحدة للعثور على ديلان. سيتعين على باران القتال مع عدو مجهول، لكن لا تقلقوا، ففي الموسم الجديد سيلعب باران كارابي، شخصية أقوى من ذي قبل، السيد قدرة الذي أيد اكتشاف ديلان أكثر من غيره. سوف يتتبع آثار ديلان في كل مكان مع رجال باران. سوف يتبع آثار ديلان كل مكان مع رجاله بفضل عائلته القوية ورجاله الذين يقفون معه. سيتمكن في النهاية من تعقب ديلان وسيقومون معا بمداهمة مخبأ ديلان. بالمناسبة، نحن سعداء أيضا لأن جيهان يقف الآن كالجبل مع رجال باران بأسلوبه الجديد. من ناحية أخرى، لن يترك فورات ابن عمه وحده في مثل هذا اليوم. ومع وقوف فورات خلف رجال باران في الموسم الجديد، يمكنني الآن أن أقول أن نهاية حسن قد اقترب. لا تنسوا متابعة الصفحة. وداعا.